Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May I take this opportunity to welcome all the audience in a vast multitude present on this huge Somaya grounds, the largest ground in Mumbai, as well as the over 100 million people watching us on Peace TV. Welcome to this last day of the 10-day International Islamic Conference and Exhibition entitled Peace, the Solution for Humanity. We begin the program with the qirat by Sheikh Abdul Fattah At-Taruti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب ۖ
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من